نشير إلى أن المشروع في المادة الثامنة قد اقترح أن يكون كل المواقع الإلكترونية للموردين أو التجار الإلكترونيين في الجزائر اسم النطاق لمواقعهم تنتهي ب .com.dz .com يعني تاجر كوميرسون .dz هو اسم النطاق الجزائري، وذلك حتى نسهل عمل أعوان التجارة لأنهم سيقومون بوضع بطاقية وطنية، والمستهلك الجزائري يجدر به أن ينتبه عندما يقوم بالتسوق عبر الإنترنت إلى أن الموقع الإلكتروني الذي يشتري عليه سينتهي ب .com.dz، أما إذا كان نهاية الموقع غير ذلك فيجب أن يفهم أن وزارة التجارة لا تعترف بهذا المورد الإلكتروني وهو يعمل خارج القانون. مجلسكم الموقر قد صادق على قانون المالية لسنة 2018 والذي يجعل 31 ديسمبر 2018 كآخر أجل لكل التجار الجزائريين من أجل استعمال وسائل نهائيات الدفع الإلكتروني أي TPU، حتى يتمكن المستهلك عندما يدخل للمحل أن يختار أن يدفع بالنقود أو ببطاقة الدفع إذا كان يتوفر عليها.